أخيراً نجح الفيلسوف الطبيب الملهم كما يحب أن يسمي نفسه في تشخيص أزمة مصر. الأزمة كلها تتلخص في المواليد، المواليد في الناس وما يترتب عليها من أزمات البناء العشوائي. البلد الذي يعاني من جوائح الوباء والفساد والظلم والمرض في الداخل وإفتاءته على حقه ومياهه وقيمته في الخارج، بات همه الآن حصراً في أبنائه واحتياجاتهم إلى السكن. على هذا الأساس أراد تامر أمين مجاراة خطاب الزعيم، سنسميها مجاراة، بشأن تحديد النسل، ويتعرض لأهالي الريف والصعيد قبل أن ترتد في صدره. وعلى هذا الأساس حاول السيسي توجه الدولة لتكون مقاولا للبناء، موزعا للأراضي بدلا من تقديم الخدمات، بدلا من خدمة الناس، فكانت حملات الهدم مجرد مقدمة لهذا التوجه. مليارات الجنيهات جرى تحصيلها في بضعة أشهر قليلة للنجاة من الهدم في محاولة لتقنين الأوضاع، واليوم تبدأ الدولة تلقي المزيد من المليارات بداعي توثيق العقارات لضمان الحصول على الخدمة. اليوم وبجرة قلم بسيطة جرى إلغاء الاعتراف الحكومي بوثيقة صحة التوقيع الصادرة من المحاكم القضائية المصرية على الوحدات السكنية، وإلزام المواطنين بضرورة توثيق عقاراتهم لإثراء خزينة الدولة من جديد. هي واحدة بالطبع من أسباب الحوكمة الملائمة للتطور في العالم المتحضر، لكنها تلقي هذه النظرة في الشارع المصري أو تلقى هذه النظرة في الشارع المصري، خصوصا انطلاقا من نظرة النظام إليه من طريقة تنفيذ الأوامر التي تعتمد بالأساس على ما بات يعرف سخرية بالصب في المصلحة.